لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج لكي. اليوم ببداية فقراتنا رح نستقبل ضيفة جدا مميزة واللي هي أول هيلث كوتش خلينا نحكي في الأردن واللي اسمها عهد سوداني. أما بالفقرة الثانية واللي هي متعلقة بموضوع الأمومة فرح نستعرض مقابلة حضرتها دينا عبد المجيد عن موضوع متعلق بالأمومة أو الطفولة. وبالفقرة الثالثة رح نستعرض فيديو تعليمي محضرته زينة الجندي عن عالم المكياج. مساء الخير يا سلام. مساء الخير، كيف حالك؟ بدي أمسي كمان على المشاهدين، يسعد مساكم. فقرات عديدة ومتنوعة بانتظاركم اليوم. كمان نرحب بضيفتنا اليوم بالاستديو، يسعد مساكي عهد، كيف حالك؟ منيح تمام، انتوا كيف؟ احنا تمام. عهد، اليوم بدنا نحكي عن الهيلث كوتشينج. ايش يعني هيلث كوتشينج؟ اوكي، هلا الهيلث كوتش هو بالعربي مدرب صحة. هلا الهيلث كوتشز هن وظيفتهم انه يساعدوا الكلاينتس بالوصول للاهداف الصحية والحياتية تبعتهم بطريقة تغيير اشياء بسيطة او بيهيفيرز، يعني انه اطباع اشياء بالنمط الحياة باللايف ستايل تبعتهم بطريقة شوي ايجابية اكثر حتى نقدر نوصل للهدف اللي بدهم اياه. يعني حلو. الهيلث كوتش إشي كتير حلو انه هو شامل هوليستيك، يعني مش بس اكل، مش بس رياضة، مش بس مثلا شغل، مصاري، كامل مكمل. الحلو بالهيلث كوتش انه بترك المجال للكلاينت انه يعبر يحكي، لانه بنسمع كتير فبصير يفضفض اكتر من اللازم، لانه بنقدر نجيب اي معلومه من الاونلاين بس ما بتقدر تجيبي حدا يسمعك صح ويعطيك الطريقه الصح انك تغيري الا ليكون حدا متخصص بهذا الشيء. فهون بيجي شغل الهيلث كوتش. فبنقدر نحكي انه الهيلث كوتش يعني متعلق بالصحه العقليه والنفسيه والجسديه كله مع بعض. يس، هو شامل هوليستيك، لانه فيه بنحكي بالتغذيه، بالصحه، بالرياضه، بالكارير، بالاكتئاب مثلا، الروحانيات طبعا. هو مش بس لتنزيل الوزن، هو كمان تنزيل الوزن، اهتمام بالصحه النفسيه، كيف نقدر نقيم الستريس، يعني اكثر من مجال لانه هو هوليستيك، هو شامل. حلو. يس. طب عهد، اذا بدنا نحكي عن الوزن، ايش الاصعب، خساره الوزن ولا كسب الوزن؟ هلا شوفي، عاده هذا السؤال لما بنسال حيقول لك اول شيء اصعب هو انك تزيدي الوزن. انا عندي بسهوله بتمرق. مين بيحكي هذا الحكي؟ هلا الاغلبيه العظمى انه لما بتنزل وزنها بتلاقيها تشالنجينج، انه مش قد سهل، تحدي بالموضوع. بالضبط. هلا هو فعليا بالجسم انك انت تزيد الوزن هو اللي شوي اصعب. هلا زياده الوزن بتيجي على مرحلتين، على نوعين. اول نوع ممكن يكون لانه الناس قاعدين ما عم بيتحركوا، فبنقول لهم كلوا زياده، ناموا زياده، اقعدوا زياده. بس اذا اجت زياده الوزن عن طريق مثلا نحكي مشكله او مرض او مثلا مشاكل بالغده الدرقيه، يعني في حال مختلف، شيء يعني شيء صحي، فهون بصير مش سهل الموضوع. نفس الشيء نزول الوزن. نزول الوزن هلا الاغلبيه بيحكوا هي هذا اسهل، خلص بس انه ما ناكل. هو مش بس هيك، وخصوصا بالعلم الجديد، علم الهيلث كوتشنج، انه بيقول لك مش بس، حتى لو انت اكلتي كل الاكل الهيلثي في الدنيا وما يعني بس هيك ضليتي على الخضار والفواكه وكثير درتي بالك وصحتك النفسيه والفتنس الرياضيه والحياتيه اول نقول مش هالقد مزبوطه صح، ما رح يساعدك في نزول الوزن. فيعني هذا لايف ستايل كامل، يعني بالضبط هذا نمط الحياه، فلازم انا انتبه على كله مع بعض. بس هو فعليا الاصعب زياده الوزن. حلو هاي المعلومه. طب اذا بدنا نحكي اكثر بالتفاصيل اكثر عن خساره الوزن، ماذا يجب علينا ان نفعل؟ الموضوع المهم لكثير من شو نعمل؟ ايش احكي لنا شوي اكثر. انت اذا حدا بيجي بده يكون بده ينزل من وزنه، ام مولده جديد، حدا صار معاه شغله نصح بده يرجع ينزل، وشو ما كان الظرف، كيف بتتعاملي مع هاي الحاله من كل النواحي اللي انت حكيتي عنها؟ اوكي، هلا حسب الحاله، كل كيس مختلفه، لانه ما في حاله بتشابه الثانيه. اوكي،
بس نحكي مثلا على شخص عادي جاي بده ينزل وزنه، اول اشي لازم اكون انا عارفة طبيعة اكله، كيف بياكل، كيف بيتحرك، شو بيعمل، شو بيسوي. وكمان شغلة كتير مهمة، قديه من 10 عنده توتر، الاسترس. ليه؟ لانه التوتر بيرفع الاسترس هرمون بالجسم اللي هو الكورتيزول. لما بيرتفع الاسترس هرمون بيعطي اشعار للجسم انه احنا في حرب، او مثلا احنا في عنا توتر. هذا صراع المثال داخلي. اكزاكتلي. هذا المثال دائما انا بحكيه، انه لما بنسمع انه في ثلج بتيجي، شو العالم بيعملوا؟ بيروحوا بيشتروا حالهم. اكزاكتلي. بروح بمونوا، بروح على المخابز. نفس الشيء احنا جسمنا. صح. اذا حس انه انت عندك ستريس، او مثلا خايفه تاكلي من هاي الاكله مشان ما بدك انه تزيد وزنك، ما بدي اعمل هاي الشغله مشان ما يزيد وزني، هذا حاله ستريس. غير الستريس الاشياء الثانيين، الشغل، الحياه، كله. فالستريس هرمون برضو عامل كثير اساسي، فبرضو بسال عليه، ويكاد يكون مرات اهم من الاكل، لانه الاكل انا بقدر اضبطه، بس الستريس لازم اشتغل عليه حتى اعلم الكلاينت كيف يهدي حاله وكيف يقلل من الستريس تبعه. صح. عشان هيك كتير مرات بقولوا للاشخاص اللي بدهم ينحفوا، اول ما يبلشوا ينحفوا، اذا بضلك كتير تفكر بالموضوع وعامل ضغط على الموضوع، يعني انسى شوي الموضوع، بتنحف لحالك. هيك بسمعها كتير. وما تطلع على الميزان كل دقيقتين. ما تطلع بالضبط، لانه يعني في كلاينت انه كل دقيقتين بيطلع على الميزان، ما بيصير هيك. خلص مره بالاسبوع، ذاتس بكفي. طب عهد، انت قبل شوي حكيتي انه زياده الوزن، الوزن اصعب من خساره الوزن، وهلا عم بتذكر كتير بمر علينا اشخاص كتير انحاف، بتصير تقول لك نفسي انصح، نفسي بس مش قادره، عملت كتير طرق بس مش قادره. احكي لنا عن زياده الوزن. اوكي. هلا زياده الوزن هي معادله، قد ايه احنا بناكل، قد ايش جسمنا بيحرق، وقد ايه بصير عندنا الزياده. ممتاز. اوكي. هلا عاده اللي بيكون نفسهم يزيدوا وزنهم بيكون عمليات الحرق بجسمهم كثير عاليه، فهن بحاجه انهم ياكلوا كميات كثير اكثر من الوضع الطبيعي اللي هن عم بياكلوا. فهذا الاشي رح يكون عندهم يعني عندهم تحدي كثير كبير، انه هن ما رح يقدروا يوصلوا هالكميه هاي. وكثير في ناس بتقول لهم كلوا وروحوا ناموا. طب انا كثير هايبر، انا ما بقدر اروح اكل وانام. وقلنا ما ندور بجسمهم حنلاقي انه احنا في عنا في مرات بعض الحالات تاثير الهرمون بيساعد انه هي عم تنحف، او مثلا واحده من المشاكل الصحيه. فهو زي ما حكينا يعني اكثر من مسبب. بس زياده الوزن بدها شغل كثير، زي زي اللي احنا عم انه بدنا ننزل الوزن طبعا اكثر، لانه ما بتضمني انه اصلا يقدر ياكل كل هذا الاكل، وما بتضمني انه رح يقدر يعني. طبعا نوع الاكل، نوع الاكل قد ايه له مؤهليه كمان. كثير ناس بفكروا انه مثلا خلص بدي انصح، انصح شو مكان، لا انزل بالبيتزا ولا انزل لا ما جنك فود، لا ما بزبط. لانه انت بدك تنسى يعني، اذا نزول وزن او زياده وزن لازم يكون صحي. صحيح. يعني انا ما بيهمني تطلع على الميزان تكوني نازله 5 كيلو ويكون 5 كيلو مي وعضل. انا بيهمني استفدنا من جوا جسمك، يكون نظفنا من الدهون. هذا الرقم كمان كثير مهم، الدهون كثير مهم. والرياضه كمان اظن كمان متعلقه بزياده الوزن. طبعا. زياده الوزن والمحافظه على الوزن وتنزيل الوزن كلها، وكل تمرين له تاثير. طبعا زياده الوزن احنا بدنا نزيد الكتله العضليه، فلها نوع معين من التمارين. طب انت عهد بتعملي دائما ورشات عمل مختلفه عن خلينا نحكي انماط الحياه الصحيه، شو بتحكي فيها بالضبط هاي الورشات العمل؟ وين بتعمليهم؟ وقديش كل قديش بتعمليهم؟ وكيف الناس رح يقدروا يعرفوا عنهم؟ اوكي. هلا شوفي، انا اول شيء لانه هوليستيك هيلث كوتش بحكي باكثر من توبيك. اوكي. هلا المركز تبعي اللي هو اسمه العهد، دائما لما بعمل الورشات بتكون يا اما الموضوع اللي انا ببدا فيه دائما وبحبه كثير، اللي هو الاكل الاولي اللي هو البرايمري فود فيرسس سكندري فود، انه الاكل اللي احنا بناكله هو الاكل الثانوي. صح. مش الاكل الاولي. الاكل الاولي اللي حكيت لكم عنه، انه الرياضه، صحتنا، روحانياتنا، نفسيتنا، هذا هو الاكل الاول. انه هذا لانه اذا انت كنت متضايقه بدك تهربي منه للاكل طبعاً. واذا كنت مبسوطه زياده بدك تهربي منه للاكل. فيعني احنا هذا احنا بنتفشش بالاكل الثانوي اكزاكتلي الاولي. وغير هيك في يعني اكثر من موضوع، مثلا بنحكي عن الستريس، كيف الستريس بنزل، كيف نزول الوزن، كيف بحسب اكلي، اكثر من توبيك. هذا كله عن طريق المركز تبعي اللي هو اسمه العهد.
حلو. يعني الانستغرام بيج او الفيسبوك بيج بيقدروا يتواصلوا معكم، نقدر نعرف كل الديتيلز عنها. طب اذا نحكي عن ضرورة واهمية اتباع نمط حياة صحية، ايش بتقدري توجهي كلمة للمشاهدين اللي عم بيشوفونا؟ قديش مهم يتبعوا نمط حياة صحي لحتى يساعدهم بكل هاي الامور، الصحة النفسية، الصحة الجسدية وكل هاي الامور؟ كثير 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 مهم انه احنا نغير بنمط الحياة، لانه اذا كل مرة رح اعمل نفس اللي انا عم بعمله حلاقي نفس الريزلتس، حلاقي نفس النتائج، ما حيتغير شيء. تغييرات بسيطة بنظام الحياة تبعتنا، من ناحية مثلا مشي، من ناحية اكل، من ناحية سكريات اقيمها انواع معينة، كل هدول التغييرات البسيطة بتأدي لنتائج بالضبط اللي بدي اياها. واحدد الاهداف تبعتي، يعني انا اكون ماشية وعارفة ايش بدي، مش اكون ماشية انه على هيك السبهلة اللي زي ما بحكوا على بركة الله، على البركة بالضبط. لا انه انا اصفي عم بمشي تخطيط واهداف معينة حتى امشي فيها، هذا مهم كثير. طب حابين نعرف اكثر عن العهد، احكي لنا شوي اكثر عن مركزك، ايش بالضبط بيقدم خدمات، وين موقعه، احكي لنا شوي. اوكي، هلا العهد هو اول شيء انا سميته على اسمي، هو موجود في دبوق، لي عيادة في دبوق. العهد بنعمل فيه تنزيل وزن وزيادة وزن وهيلث كوتشنج. هلا الهيلث كوتشنج، لانه في كثير ناس بيجوا عندي ما بدهم نشتغل على الوزن، بس بدهم نشتغل على نمط حياتهم، على الصحة النفسية، على الاسترس تبعهم، عندهم مثلا مشاكل بعلاقات، بقصص، بكثير اشياء نشتغل معهم. في ناس كثير بدهم بس حدا يساعدهم، يرشدهم كيف ينظموا حياتهم، كيف ينظموا اهدافهم، هذا كله بعمله من عندي. حتى بالنوم، موضوع النوم، موضوع النوم كثير، في شخص ببالي بدي احله عليك اسمعي فانا عم بفكر بايش موضوع النوم ما بتتخيلي قد ايه مهم، لانه اكثر من ستيب. هلا كثير هذا دائما انا بحكي، نقدر احنا نلاقي معلومات اونلاين، بس بالضبط بدك الشخص اللي يعطيكي كيف تطبقيها، كيف تحسنيها، كيف تغيريها. النوم كثير بياثر، أهم يعني شي. يعني اكثر من نقطه، اهم مثلا نقط بقدر احكي لك اياها، نوع الاكل قبل ما تنامي، مدة تتركيها قبل ما تنامي، قديش مدة نترك أي إشي أجهزة إلكترونية قبل ما ننام، كتير في قصص، كتير مش شوي. طب بما أنك صرتي جاي عهد عندنا، يعني وإحنا مبسوطين كسبانينك عندنا بالاستديو، احكينا إيش كمان في مواضيع خلي المشاهدين يستفيدوا ممكن تأثر على نمط حياتهم الصحي، زي ما ذكرت قبل شوي الهواتف الذكية قبل النوم، مدة الأكل قبل النوم، إيش في كمان أشياء ممكن تأثر؟ نوع الأكل. نوع الاكل بيفرق، انه انا امتى اكل مثلا، لما بدي اجي مثلا بالليل بدي انام، ايش نوع الاكل. يعني احنا بنعرف اكلنا عباره عن بروتين، كاربس، وفات، طبعا غير الفواكه والخضروات. نوع الاكل انا بفضل دائما انه بالليل يكون اخف، انه يكون دهون انه اخف، يكون نوع الكربوهيدرات من النوع المعقده اللي هي الكومبلكس، اللي هي رح تساعدني انه انام بطريقه منيحه. توقيف الأجهزة الإلكترونية كتير مهم قبل النوم بساعتين لثلاث ساعات، كتير بيأثر. حتى كمان الرياضة، أنا بفضل إنه يكون الواحد عامل رياضة برضو قبل ما ينام بثلاث ساعات، اللي هو إنه يكون عامل مثلا لو طالع يمشي، لو طالع يعمل رياضة، أي إشي، لأنه بتفضي أنرجي، بتفرغ. رياضات التأمل أنا كتير بحب إنها تنضاف على حياة الناس، مثل اليوغا، اليوغا والميديتيشن، هدول لو نحسن إحنا بنعمل بس الصبح عشر دقايق، ما بتتخيل قديش بتعبي نهارنا. صح. بالأنرجي الحلوة بصير بني آدم متفائلة. كمان أشياء مثلا بحكي فيها اللي هي طريقة كلامنا، ملافظنا، إنه مثلا هاي اليوم كتير حكيتها، اللي هي ما بحكي أنا بكره، أنا ما بحب، نفس المعنى، بس بكره تقيلة، وزنها تقيلة، تحسيها كبيرة. صح. بس مثلا ما بحب ألطف، في مجال فيها كلمة حب على القليلة، في مجال تغيري رأيك بعدين، أشياء شوي بوزيتيف. كتير في أشياء بنقدر إحنا نحسنها باللايف ستايل تبعتنا، طريقة تحضيرنا للطعام، ناكل أكل مصنع ولا ما ناكل أكل مصنع، اللي هو بروسيسد فود. مش هيك بحكي لكم، هذا شامل. صح. بحر. صح. خصوصا على عم تحكي فيه عهد كتير مهم لأمهات هذا العصر، قد ما حياتهم عجقة ومراكدة، شغل البيت وولاده، حضري أكل الأولاد وأكل البيت وتنظيف البيت، فحلو هيك كل فترة تروح الأم يعني تسمع حكي، تنظم أمورها من أول جديد، وخصوصا إنه إحنا عباب بداية سنة. صح. فهلأ إعادة ترتيب الحسابات والناس بتبلش تنظم أمورها، هلأ عم تنظم أمورها وترتب
اللايف ستايل وكل الأشياء. على على سيرة الأمهات، بتستقبلي أطفال؟ يس طبعا. يعني بتتعاملي كمان مع الأطفال؟ هل بتحسي التعامل مع الأطفال أصعب أو كثير أصعب؟ كثير حساسية أكثر؟ مش بس حساسية، بدك تدلعي وتداريهم وتسايريهم عشان تعلميهم البوينت. الأكبر مثلا تقول لهم خلص ما تاكلوا هاي الشيء خلص. الصغار طب بالصف بالمدرسة تبرري بالضبط. وبعدين ما بتتخيلوا رقم قد ايه في خصوصا الصغار عندهم مناعة للانسولين بطريقة مقاومة الانسولين عالية. هاي جديدة الشغلة. او ماي جاد ما بتتخيلوا ليه؟ من الاكل الغلط بس ببساطة. حلها ما احنا بنطبخ وبنعمل ونجرب بنطعميهم اكل نظيف. اوكي بس مثلا يعني في كثير ناس بيفكروا انه مثلا الاكل المصنع البروسيسد فود وخلص عادي ما هو نظيف انا عم بجيب احسن نوعيات. لا مش لا. صح. السكر ما هو موجود بالجسم. السكر يا سكر يا الله بالضبط. الملح الكاندي الشيبسات الاشياء يعني لما بقول لك هلا مثلا مقاومه الانسولين هي خطوه يعني الاولى قبل مرض السكري. انتم مش متخيلين لعدد قد ايه في ناس عم تدخل بالسكري تايب 2 خصوصا من ورا بس مقاومه الانسولين. هلا الحمد لله انا يعني عم بشتغل معهم كثير بعكس تايب 2 دايابيتس. يعني اللي عندهم النوع الثاني الحمد لله عم بيرجعوا وعم بتنظف. هي شغلتها بس تظبيط نوع اكل بس. فكتير في عنا مقاومه انسولين عاليه. قديش صعب انك تقدري تسيطري على الاطفال وانهم ما ياكلوا حلو خصوصا يعني ما المدرسه اللي بياكلوا من ورا ظهرك. ما بالمدرسه سكر وشوكليت وما بعرف. هون بيجي دوري انه انا عم بعلمهم تعليم. يعني عم بفهمهم المبدا، عم بغير لهم المايند سيت بصفي انه انت قدامي ولا وراي. يصير عن قناعه. اكزاكتلي انت قدامي ولا وراي. انت عم تضر حالك. يعني مش انه مثلا انه انت خبيت على مثلا ماما، انت خبيت على ماما، انت حر. بس انت مين دخلت الكاندي او الاكل ببطنه؟ انت. هلا يعني ما بخفي لك انه مثلا انا مرات احس بنات ادنيه بتفقع من الصغار. بس يعني مرارتك كمان بتفقع بس اخرتهم يعني يقتنعوا. اكزاكتلي بس بتلاقي رزلت. وهذا الشيء اللي بيخليني مستمره وهيك بخليني كثير مبسوطه. كلمه اخيره عهد بتوجهيها للمشاهدين حول هذا الموضوع. كثير بحب انه عن جد ننتبه على نمط الحياه تبعنا اللايف ستايل، لانه جد تاثيره كثير 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 اكبر من اني بس انا اهتم بنوع اكلي. نوع اكلي كثير مهم بس تكملت نمط الحياه تبعي. لانه اذا انا بس اهتميت لفتره معينه باكلي وبعديها ما عدلت وما غيرت، التغيير له تاثير كثير حلو. صحيح. فهذا اهم شيء بحب انه ينتبهوا على اللايف ستايل تبعك. ان شاء الله يعطيك الف عافيه. شكرا كثير.